الراعي بدل أن يطالب اللاجئين بعثتوا لهم لاجئين، بعثوا لكم مقاتلين. يا سيدي الموضوع يحتاج إلى توضيح كتير مهم، وإنه تقلي عجل ما بصير عجل. أول شيء، من هو البطرك الراعي؟ البطرك الراعي هو رجل جاء إلى زعامة بكركة مو بانتخابات دينية، وإنما بتدخل أجهزة أمن المنطقة وعلى رأسه جهاز الأمن السوري، ساعد بالانقلاب على القديس صفير، وتم استبعاد القديس صفير لصالح هذا الرجل الأمني، وبالتالي هو مانو رجل دين. إذا طلع وقام بعمل في ما يتجاوز البلطجة، بإنما تهديد بالقتل، تصرف كقاتل، لأنه وقت عم يهدد بقتل السوريين، انتهى القتل بسوريا، سوف أكمل هذا القتل أنا في لبنان كجزء من المنظومة الأمنية. أنا صحيح رئيس بطريار، ولكن أنا بطريار بقرار أمني، هذا ليس مار المارس صفير، هذا بقرار أمني جاء على بكركي، وهو طيب. وهو الآن يأخذ أوكي من بابا الفاتيكان اللي هو كان مسؤول بداعش المسيحية، المدرسة الطائفة اليسوعية اللي اجا منا على هي ممنوع واحد يسوعي يفوت منطقة بروتستانتية مثل سويسرا لحتى عام 76، لأنه يصنفون قتلة بما مرسوه من قتل ضد طيب البروتستانت. سيأخذنا إلى إذن مكان حاليا آخر. في تحالف طيب في تحالف قتلة ضد السوريين، يبدأ من الفاتيكان مرورا ببكركي انتهاء ببشار الأسد. طيب هذا الكلام أنت تتحمل مسؤوليته. على كل حال أستاذ صفوان، أذهب إلى بيروت. أهلا ومرحبا بالكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر طه. أهلا أستاذ عبد الناصر. أهلا فيك يا هلا، مساء الخير. كلام الراعي واضح أنه فجر وسيفجر جدالا واسعا، هل بالفعل هو تهديد للاجئين السوريين بالحرب؟ تحية لك ولضيوفك. الحرب عم يحاول يلعب لعبة البطرك الراعي بتهديده المباشر بالحرب الثانية، ضاربا بعرض الحائط بمسلمات لا يمكن تجاوزها لا في الساحة اللبنانية ولا بالإقليمية، وهذا تعودنا عليه من فترة قريبة. تصريحات وتصرفات البطرك الراعي خارج عن المألوف وخارج عن المعروف عندنا في لبنان. طيب ربما يقصد حربا اقتصادية مثلا، ربما يعني ماذا يقصد بالحرب الثانية انه اللاجئ؟ يا اخي محمد، الحرب الاقتصادية للتوضيح، هذه نقطة مهمة جدا. ما يسرقه مسؤولو السياسة في لبنان، اعطيك مثل وزارة التربية وهذا عندي اطلاع عليه، تسرق اموال الطلاب السوريين لأن الأمم المتحدة والدول المانحة بتقدم مساعدات بالدولار الأمريكي. طيب أستاذ عبد الناصر سامحني أنا بس لأنه الوقت أدركني بعد معي دقيقة بدي أختم معك فيها. هذا الكلام الذي قاله الراعي، هذا كلام مردود على أهل لبنان، عم يسرق أموال النازحين السوريين وعم يتاجر على ظهرهم، عم يستفيد بمئات الملايين من الدولارات. بس ما خطورة ما قاله الراعي الآن ولماذا؟ ما خطورة ما قاله الراعي؟ أنا أعتقد أنه ما ليس هناك درجة كبيرة من الخطورة، رغم أنه هو لا يمثل الحقيقة على الأرض، لا يمثل شيئا مهما. في أحزاب سياسية لا تعمل له وزن وأقوى منه بكثير، ولكن هذه الصرخة بعتقد لازم نعرف شو فيه وراها وشو حيثياتها. وعندما يقول من يعطل الحياة في لبنان، عنصرية مشبوهة. أستاذ عبد الناصر، عندما يقول من يعطل الحياة في لبنان هم اللاجئون السوريون، ألا يبرئ بهذا الطبقة الفاسدة في لبنان؟ هو جزء منا. نحن عندنا تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ارتفاع معدلات البطالة، سعي آلاف المواطنين اللبنانيين للهجرة. يا خير بدي أقول لك شو موقف الراعي من توطين؟ أنا ضد التوطين مين ما كان يقول، بس شو موقفه؟ إجوا الإخوان
الارمن ببدايات القرن الماضي وصاروا مواطنين لبنانيين، بين بيحكيش عنهم ليش بده يحكي عن النازح. شكرا لك استاذ عبد الناصر طاهر، الحديث يتم معك الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لك للحديث يتم. اختم معك استاذ احمد كامل، انتهى وقتنا، اختم بما تريد. الراعي كشف عن وجهه الحقيقي، وتسليم الملف الى ابراهيم اللي هو رجل الامن وهو تابع لحزب الله أخطر بكثير من تصريحات الراعي، ونحن مقبلون على شيء فظيع يعد للسوريين في لبنان للأسف الشديد. نعم، سوف لن ننسى أنه حرب أعلنت من بكركي على السوريين، والسوريين متواجدين في لبنان بأرضهم. نحن لن ننسى السوريين أن طرابلس والبقاع جزء من سوريا وليس جزء من متصرفية لبنان، وبالتالي السوريين موجودين على أرضهم، والراعي يواجه حرب ضد السوريين. طيب، يؤجج حرب ضد السوريين. عم تلعب بسايكس بيكو أنت هيك يا أستاذ صفوان. نعم، إذا سايكس بيكو طيب. ما بدأ تخدم أهلا بزعل سايكس وبيكو على كل حال. هو الراعي فتح باب كتير خطير، فتح باب شر، على أمل أن يعني لا يقع لبنان بهذا الفخ الكبير. رجعونا طرابلس، رجعوا لنا ميناء سوريا الأول كان طرابلس، رجعوا لنا طرابلس والبقاع، وبيقعدوا فيه لاجئين ريثما ينتهي المجزرة اللي يقودها النظام السوري. شكرا لك أستاذ صفوان مشلي، شكرا أستاذ أحمد كامل، الأستاذ عبد الناصر طه، شكرا لكم مشاهدينا، دمتم في أمان الله.